نادي خيطان على نادي العربي، وسيبقى نادي خيطان في دوري الأضواء في حال تعادل نادي الفيحيل. طراز عالي، لاعب يجب المحافظة عليه، الكرة ملعوبة توصل لعبد الله البريشي، الخبرة الميدانية الكبيرة يمتلك هذا اللاعب، يلعبها عرضية ولكن يبعدها أليكس ديما. الكويت 0 السالمية، الكرة ملعوبة توصل تنقطع من الزنكي، الزنكي الكرة أصبحت مع نادي السالمية، ملعوبة توصل بينية للمساوي، الله 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 الله، المساوي جول، المساوي جول، هدف سلماوي بذكريات عرباوية بالنسبة لي حسين. المساوي يضع الهدف الأول لنادي السالمية في الدقيقة، يفوز في بطولة الدوري وتفرح الأمة العرباوية في البطولة رقم 17. ملعوبة تصويبة ولكن في أحضان سلطان الحسيني اللي أصبح فيه جدل في مع نادي كاظم. فابيانو يمر، فابيانو من واحد، ملعوبة السلام للعنزي، الانفراد الصريح، الانفراد الصريح، لكن العنزي ما طل، يمر العنزي ولكن على طول شريدة الشريدة بالواجبات الدفاعية في مع اللي فيصل العنزي، الانفراد التام ولكن ما طل فيها، وشريدة الشريدة بشكل ممتاز، قطع الكرة بشكل ممتاز وعدم ارتكاب المخالفة. الله الله على شريدة والتوقيت السليم، التوقيت السليم في لمس الكرة، شوف 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 شوف، نعم التوقيت السليم، استفادة من الخبرة الميدانية. 33 و 34 عام أليكس ديما ولكن يلعب بنشاط ممتاز. ملعوبة فيصل زايد اللي ما ذكرنا اسمه، تصويبة، الله الله الله، غاب الزنكي في دوري اس تي سي الممتاز وحضر على مرمى نادي السالمية بهدف لصالح الزنكي، الهدف الثاني للزنكي في هذه البطولة. يظهر الزنكي، المرور والتصويب، المرور باليمين والتصويب باليسار، إذا المرور جميل من الزنكي، شوف شوف المرور والتمويه والتصويب على يسار سطام في الجهة اليمنى للفنيني، الفنيني الكرة معاه يلعبها عرضية، الله الله على الفنيني والدهاء والمكر، لعبها بشكل جميل جدا الى فابيانو ولكن ما وصل للزنكي، الكره معاه ما طل فيها ولكن طلع الفاضل، الله واحده اثنين ملعوبه ولكن اقرب لدفاع السلمي، ولكن انطونيو مارتينيز والمسك واضح، والمسك واضح على انطونيو مارتينيز، على انطونيو مارتينيز، ممتاز. البريشي ولا زايد، زايد يلعبها تنحط، الله مرت بسلام على سطام الحسيني، مرت بسلام على سطام الحسيني، مرت بسلام. والآن يعني عمان والصومال، تحية بين قطر والكويت، بين قطر والكويت في 30 نوفمبر، ملعوبة الركنية عالية رأسية ورامي بدوي رمى سهامة في مرمى سطام الحسيني، الهدف الثاني. إذن الكرة قادمة من عبدالله البريشي من أقدام كويتية إلى رأسية تونسية حتى على طول رامي بدوي، الهدف الثاني لنادي الكويت. الكويت يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد عن طريق الموسوي، الموسوي سجل في البداية اس تي سي، ولكن الآن النادي العربي هو أصبح البطل، ويتمنى عشاق القادسية العودة إلى منصة البطولات بالنسبة للدوري الكاس. كرة ملعوبة، فابيانو يلعبها لكن ضاري العتيبي كاد أن يقع في المحظور، ضاري العتيبي كاد أن يقع في المحظور في الكرة الماضية، كاد فابيانو أن يغالط حارس المرمى ولكن ضاري العتيبي موجود، ضاري العتيبي يعني أيضا الحراس الشباب أكثر فرصة بالنسبة لنادي الكويت، ولكن كل مدرب لا تكتيك. كرة ملعوبة توصل، فيصل زايد يلعبها لعبدالله البريشي، عبدالله البريشي يوقف الكرة يلعبها عرضية رأسية، الله الله الله، هل انتظرت يا الزنكي الظهور بعد اجدال الستار على دوري اس تي سي الممتاز؟ ظهور الزنكي في مباراة اليوم، الظاهر سمعني، الظاهر سمعني وانا اقول الغائب الحاضر،
وحضر بهدفين. الزنكي يسجل الهدف الأول والثالث للزنكي. شوف شوف الكرة الماضية لعبد الله البريتشي يلعبها عالية ورأسية جميلة. في دوري اس تي سي كان مع نادي السالمية، السالمية هو من قدم جمعة سعيد إلى دوري اس تي سي، جمعة سعيد الممتع، ولكن جمعة سعيد البعيد كل البعد عن مستواه المعهود ومستواه اللي نعرفه. جمعة سعيد المراوغ وقوي البنية جمعة سعيد. الكرة ملعوبة توصل لصالح فيصل زايد، فيصل زايد للهاجري يلعبها عالية. جمعة سعيد والرابع، ولكن سطام الحسيني رفض كرة جمعة سعيد في اللقطة الماضية. تمريرة جميلة عرضية مثالية للغاية لصالح جمعة سعيد، رأسية من جمعة، ولكن سطام الحسيني موجود. سطام الحسيني يمنع جمعينات في بداية السبعينات. الكرة ملعوبة توصل لصالح جمعة سعيد، جمعة الكرة معاه، جمعة الكرة معاه فيها خطورة، يصوب، يا سلام، المرور عادي واعتيادي، الهاتريك من الزنكي. الله 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 الله، لكن عطني اياها من البداية، عطني الفنيات الراقية الجميلة من العاجي ولد ابي جو. جمعة سعيد، جمعة سعيد يتكلمون الافارقة اللغة الفرنسية، ولكن جمعة سعيد شوف بالعطر الفرنسي اللي يتحدث فيه يمر. شوف جمعة، شوف جمعة، التهويش التهويش مرة ورا مرتين ثلاثة. تعال هو يا الهويدي وين راح، يا الهويدي وين راح، والزنكي مرة ثانية يقول جمعة مش احسن مني. شوف شوف الهويدي خلاص الى المنتخب الوطني. يعني يقولون الكثيرون ماذا يفعل لاعب كرة القدم لكي يصل الى المنتخب. كرة ملعوبة من الموسوي، عرضية جميلة، ولكن الدخول عنيف من باتريك فابيانو. سلامات على ظهري العتيبي، سلامات لظهري العتيبي. التدخل كان قوي بعض الشيء. والتبديل، التبديل، نزول احمد حزام، نزول احمد حزام وخروج الزنكي، خروج احمد الزنكي، خروج صاحب الهاتريك احمد الزنكي. انطونيو مارتينيز، انطونيو الكره معه، ملعوبه الى رونينيو، رونينيو الكره معه، يا سلام، لاعب نادي القادسيه السابق والان محترف مع نادي السالميه، دوغلاس التصويب. الله الله يا دوغلاس، الله يا دوغلاس، وحده وحده ماركه البرازيليرو البرازيليه دوغلاس دا سيلفا في القدم اليسرى الجميله، القدم اليسرى. البرازيل ولاده اقدام يسرى، البرازيل ولاده اقدام يسرى، هو ريفالدو بالقدم اليسرى. اللي روجيريو اللاعب الكبير، اللاعب الكبير روجيريو. والكرة ملعوبة توصل لصالح جمعة سعيد، الانفراد والتصويب والتسجيل الخامس لصالح نادي الكويت عن طريق جمعة سعيد. كرة جميلة، لكن الصناعة من من؟ الصناعة أتت من لاعبي نادي السالمية، من لاعبي نادي السالمية صنع الانفراد التام والصريح لصالح جمعة اللي يسجل الهدف الخامس، اللي يسجل الهدف الخامس. شوف من البداية عطني اياها يا مخرج الملعب، ركنية لصالح نادي الكويت، لعبها عالية توصل. الله الله، على طول لعبها فيصل زايد في المرمى، ولكن القائم الأيسر لحارس المرمى. الكرة مع فيصل زايد، الخبرة موجودة، تتفوق الخبرة على عامل الشباب. ملعوبة إلى مشاري يلعبها لصالح شريدة، شريدة مشاري الكرة معه، تصويبة من مشاري العازمي، ولكن برا الملعب، ركلة مرمى. هذا مشاري العازمي، العودة من الإصابة يا مشاري، العودة إلى كرة القدم والمعشوقة الأولى في العالم. نظري الشخصي لاعب وحيد ولن يتكرر في ملاعب الدوري. كرة ملعوبة، رونينيو يلعبها عالية، رأسية المساوي حطها، ولكن برا الملعب، برا الملعب ركلة ركنية، برا الملعب ركلة ركنية. تدخل ظاهري العتيبي، سلامات، تدخل ظاهري العتيبي، سلامات على ظاهري العتيبي وحسين المساوي. وشوف شوف العرضية كانت من رونينيو مثالية، مرت من باتريك فابيانو وصلت للمساوي، ولكن برا الملعب ركلة ركنية. نعم ركلة ركنية، مطالبة
كرة ملعوبة تصل دوغلاس لحسين المسوي الثاني، ولكن ضاري العتيبي رفض كرة حسين المسوي في اللقطة الماضية. إذا هدية دوغلاس، هدية دوغلاس إلى حسين وضعها بشكل جيد، ولكن ضاري نفذ ملعوبة في خط الوسط إلى الشريدة، الشريدة يصوب شريدة، الشريدة الله الله، القائم الأيسر منع كرة فيصل زايد، القائم الأيمن الآن يمنع كرة شريدة، الشريدة تصويبة مثالية غاية في الروعة من شريدة، الشريدة والقائم يمنع الهدف الأول. 20 عام الجهراء هو الأكثر ب 31 عام، ب 31 عام. الكرة لصالح ضاحي الشمري، ضاحي يلعبها عالي، الله الله يا جمعة، لعبها كرة جميلة. ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضايع من حكم اللقاء عبد الله عرب، والكرة جميلة جدا كانت، يعني كان يحاول ختامها مسك في دوري اس تي. شوف شوف جمعة والله جميلة وقوية، ولكن سطام الحسيني موجود، سطام الحسيني موجود، وكل الشكر